نرحب بحضراتكم مره ثانيه في استاد الاهلي ومعانا فقره التحليل ومحلل الاداء وضيفي احمد ثابت. مساء الخير ومنورني دايما. مساء النور وبسعد دايما بتواجد معاك حبيبي ابو حميد. النهارده عندنا كلام عن البطوله العربيه، عندنا كلام على سموحه، لكن نبتدي بابرز ما جاء في البطوله العربيه من ارقام ايجابيه ومن ارقام اخرى. ماشي. بالنسبه طبعا للنادي الاهلي، يمكن البطوله العربيه دي طبعا احنا كان نفسنا ناخد البطوله وكان نبقى مكان يعني الترجي النهارده ونشيل الكاس وناخد 2.5 مليون دولار، اكيد يعني كانت هتبقى افضل بكتير. ولكن طبعا يعني البطوله بالنسبه لي ليها بعض الايجابيات اكيد وبعض السلبيات. بالنسبه للايجابيات انا شايف النادي الاهلي يعني يعتبر قدام الوقت كابتن حسام البدري اصبح عنده فرقتين، فكل مركز فيه لاعب واثنين وفي ثلاثه، يعني في بعض المراكز زي الظهير الايمن، زي مثلا خط الهجوم، زي الجناح، في اكتر من لاعب في كل مكان، فدي طبعا بتعمل حيره كويسه كابتن حسام البدري يقدر يختار. ما شاء الله دي حاجه برضو من ايجابيات مجلس الاداره انه بيدي دعم، ودي طبعا حاجه مهمه. مجلس الاداره طبعا توفير الصفقات دي حاجه تحسب لهم بالتاكيد. النادي الاهلي لازم يكون دايما عنده عمق في القائمه طبعا، ودي يعني دي كمان يعني عامه موجوده في السمات اللي قبل كده يعني في النادي الاهلي، ودي طبعا بالتاكيد يعني اكيد في كل الاوقات النادي الاهلي بيلعب على كذا بطوله مش بطوله واحده. طبعا فبيبقى محتاج ان كل مكان يبقى فيه واحد يعني موجوده في كل الانديه، كمان في الريال، في برشلونه، في كل الانديه الكبيره. لكن طبعا يعني انا شايف بالنسبه للنادي الاهلي المكسب الحقيقي في البطوله دي على صالح جمعه. صالح جمعه بالنسبه لي حاليا هو افضل لاعب في مصر، يعني لاعب فعلا لاعب مهاري جدا، عنده المراوغات الناجحه ما شاء الله عليه، عنده الحل الفردي. كمان كابتن حسام يعني انا في الفتره الاخيره ديت يعني شايف مثلا لصالح جمعه ثلاث حاجات: مباراه المصري لما جاب الجون يعني وراح للجمهور وشخصيته تحس ان هو شايل عشان يجيب الكوره، شايل الحمل من جواه، تحس ان هو عنده العزيمه وعنده الاصرار، عنده روح الفانله الحمراء، دي رقم واحد. اللقطه الثانيه ساعه لما رجع في مباراه مصر حسين ضاي في الدقيقه 88 في الدقيقه الاخيره وقام بالدور الدفاعي، دي برضو لقطه يعني بتاكد ان صالح جمعه تطور بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. اللقطه الثالثه وهي في المباراه الاخيره، حتى هو يعني بصراحه يعني صالح جمعه قدم مباراه كبيره جدا وكان مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي او بالاقل بالارقام وبالاداء. كان الكره اللي خد فيها الراجل اللي هي في العارضه في القائم او في القائم، وفي كره اللي يعني عدى من الراجل والراجل بينالتي بعد المباراه كمان خارج يعني بيبكي. فصالح جمعه يعني شايفه الفتره الاخيره دي بيتحمل المسؤوليه، ودي يعني تغير في شخصيه صالح جمعه. وبالنسبه للقدرات الفنيه طبعا اتغيرت بشكل كبير جدا. يمكن لو عرضنا الارقام بتاعه صالح جمعه معانا بقى الارقام بتاعت صالح جمعه في البطوله العربية. صالح جمعه يمكن عامل في المباراتين دول عامل حوالي 18 مراوغه ناجحه. نعم. دي الارقام قدامنا. يمكن هو لاعب مباراتين 180 دقيقه مسجل هدف، عامل 18 مراوغه ناجحه في ماتشين. الرقم ده بيحصلش من لعيب مصري، عشان كده بقول ان صالح جمعه ده لاعب يعني انا شايفه لاعب بصراحه مش هيتكرر. هي مش قصه مراوغه، هي مراوغه مجديه. مجديه يعني ليها حل الفردي. ليها يعني في لعيب بيعدي عشان يعدي. طبعا. لكن ده بيعدي عشان يصنع فارق، عشان يخلق فرصه. لعيب مزاجه عالي قوي، يعني برضه صناعه الفرص كمان 9، ده رقم كبير جدا. عدد المحاولات على المرمى 14 في ماتشين، يعني 7 في الماتش الواحد، بنسبه دقه 43%، يعني نصهم اون تارجت، نصهم ما بين الثلاث خشبات، فده رقم مميز جدا. دقه تمريراته القصيره عامله 88%، عدد تمريراته الطوليه اللونج باص بتاعه 20، فده رقم برضو بياكد ان صالح بيعمل 10 له تمرير طولي في الماتش الواحد، رقم كويس جدا. هو عنده اللاعب اللي هو في الباص عاليه، اللاعب اللي هو يعني التمريره اللي هي عابره للايه للخطوط دي مهمه جدا، 40 50 متر باص يعني. دي مهمه جدا، يعني مش اي لاعب برضو بيعملها. دي ميزه برضو عبد الله السعيد، يعني دقتها واصله 70% عند صالح جمعه. صالح برضو قطع الكوره 7 مرات، اكتر لاعب عامل عرضيات 18 عرضيه، تعرض للاخطاء 6 7، اخذ فاولات، اخذ فاولات من الناس، والعرضيات 50% صحيح. فدي برضو ارقام صالح بتاكد ان هو يعني انا شايف ان صالح حاليا يستحق الانضمام للمنتخب. صالح حاليا بصراحه اكيد بهذا المستوى هيكون موجود بالتاكيد. يعني كده كوبر، يعني مستر كوبر من الناس اللي بتعرف تنتقي يعني. طبعا. وفي حاجه، في نقطه بقى مهمه كمان بالنسبه لصالح جمعه، بالنسبه لكابتن حسام البدري لو لاحظنا في الماتش الاخير ان هو في الاخر ربع ساعه استخدمه كايه؟ كجناح شمال. فدي نقطة برضو مهمة جدا، ان انت ممكن صالح جمعة تستخدمه مع عبد الله السعيد في بعض المباريات، انا مش هقول لك كل المباريات او ان انت تبدا بيه، لان صالح كامكانيات وينج مثلا مش القدرات قوي، لكن انت ممكن طبعا يعني هو قدراته كبيرة جدا، لكن مش المركز اللي هو هيأدي فيه كوينج. ليه؟ لان هو يعني ما عندوش عنصر السرعة، ما عندوش حتة. حاجة برضو يا ابو حميد، هو بخطة كابتن حسام البدري الاجناح بتضم للداخل عشان الباكات تطلع، فصالح لما بينضم للعمق
بيبقى له شكل كبير ومميز. بس كابتن حسام بيحب جدا الجناح اللي عنده قدرات دفاعيه عاليه، فدي دي نقطه مهمه جدا. لكن في بعض المباريات يعني ممكن لا قدر الله لو اتزنقنا قدام الترجي او مثلا في مباراه كاس مصر هتلاقي كابتن حسام دافع بعبد الله ومودي صالح جناح دي او راح مدخل اجايه تحت المهاجم تحت ازارو، عملت يعني انا اول مره اشوف النادي الاهلي مش هينفع يلعب كاس. لكن انا بتكلم في المباراه دي عملت عدد محاولات، رحنا على الجون كتير جدا. في المباريات دي رحنا كتير جدا، فانا شايف النادي الاهلي يعني كفنيا كعدد محاولات على المرمى في الماتش الاخير ده بالذات وصلت للجون كتير جدا، ودي حاجه طبعا تحسب ان انت يعني لكابتن حسام ان انت دفعت بعبد الله وصالح وازارو وحطيت اجايه تحت ونزلت الشيخ، يعني ما فيش حلول اكتر من كده. انت حطيت اللعيبه كلها 4-1-4-1 ولعبت بعمرو السوليه مثلا، لا حلول ممتازه جدا، سنه هجوميه كبيره بتصل بتديك حلول، بتديك حلول مهمه جدا طبعا. وفي نقطه مهمه جدا، انا شايف ان المباراه دي بالذات يعني لو اتعادت مليون مره مش هنخسر، هو اليوم فعلا ما كانش يعني بتاع النادي الاهلي. يعني انت تقصد ان النادي الاهلي برضو بالارقام اللي احنا شفناها من صالح وبالارقام الثانيه ان في حاله عدم توفيق، كانت عدم توفيق فعلا. الكره دي مثلا كانت ممكن تيجي ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول بتاع ازارو لو كان الحكم حسبها طرد، دي جت في العارضه وجت في دماغ، يعني هو الجون جت في ايده وجت في العارضه وجت في دماغه وبدل ما تخش طلع فعلا. وفي ضربه الجزاء اللي في الشوط الاول لو كانت اتحسبت وكارت احمر بتاعت ازارو دي كابتن جمال الغندور قال لك كارت احمر وضربه جزاء، وكابتن احمد الشناوي قال كده، كل الخبره كل الخبره حتى الخبره في 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 العرب يعني. في قناه الجزاء اللي في الشوط الثاني بتاعت صالح كانت مثلا زماننا 2-2، جون احمد فتحي اللي هدف اللي بالخطا في مرماه، دي برضو حاجات بتاكد ان انت كنت اوف دي، يعني مش يومك دي اوف، يعني الدي اوف بتاعك مش يومك فاهم. فانا شايف النادي الاهلي يعني الشوط الثاني قدم ما عليه، اللعيبه فعلا كانت تستحق التحيه من الجمهور يعني. وانا شايف النادي الاهلي في المباراه دي يعني بصراحه زي ما قلت كده يعني هو اليوم ما كانش يوم، كان غير موفق وكان باين للناس لان كان الشوط الثاني تسيد منقطع، يعني منقطع النظير في انك توصل للمرمى بهذه يعني بهذا العدد. انت عندك لعيب واحد عنده 7 على المرمى، لعيب واحد 7 محاولات على المرمى وعامل 8 مراوغات ناجحه يعني بيلعب نفسه. طيب احنا غير صالح جمعه عندنا طبعا ازارو، عندنا ازارو من مكاسب طبعا، ازارو طبعا من المكاسب يعني مكسب مهم جدا. وليد ازارو شايف ان انت يعني وليد ازارو مثلا لو كان ما كانش في البطوله العربيه دي كنت هتلعبه مباريات وديه لانه مش هيلعب كاس مصر، فما كانش ان انت هتقدر تحكم عليه او نقدر ان هو يبدا ينسجم مع زمايله قبل ماتش الترجي، لانه هو وش هيلعب اساسي في مباراه الترجي ده مليون المية يعني. فانت كنت محتاج ان هو يخش طبعا على حسب الجزاء وربنا يكفيه بس شر الاصابه. طبعا يعني فانت محتاجه ان انت تديله انسجام في بعض المباريات، تبدا ان انت تحكم عليه تحركاته، لا يا زارو انا عايزك تكون الفينش بتاعك اعلى من كده. حتى كابتن حسام بدا يعمل معاه بعض الجلسات عشان يتطور لان هو لسه لعيب صغير برضه، لسه 21 سنه يعني قابل للتطور. طبعا ما بقالوش اسبوعين، ده في ناس بتقول بتحكم عليه وما بقالوش اسبوعين، دي نقطه اللي حضرتك قلتها دي نقطه مهمه جدا يعني. وغير كده ان هو 21 سنه يعني انت بتحكم على لاعب 21 سنه قابل للتطور. محمد صلاح اول ما احترف ما كانش بالمستوى ده، بقى اتطور بشكل كبير جدا. هي الكره محطات وخطوات. طبعا ازارو لعب 3 مباريات بشكل اساسي ومباراه بديل، يمكن هو احرز هدف وصنع 4 فرص، فدي برده معدل كويس ان هو يعتبر لعب 3 مباريات مثلا صنع 4 فرص، معدل كويس جدا بالنسبه للمهاجم. راح على الجون كام مره؟ 9. دقه محاولاته كام؟ يعني 55.5، يعني اكتر من النص صحيح، فدي بتاكد ان الفينش بتاعه مش وحش زي ما الناس فاكره. لا الفينش بتاعه كويس وان شاء الله هيجي. طبعا هو اتعرض للاخطاء من الخصم 9، دايما هو محطه فايز ب 13 هتلاقي اكتر لاعب بيكسب التحامات واكتر لاعب بياخد فاولات، لان هو المحطه اللي كابتن حسام بيعتمد عليها، فبينزل دايما المدافع بيرتكب معاه الاخطاء كده. ده معناه ان هو بيعرف يستلم الكره صح، فبيجبر دي نقطه مهمه جدا المنافس على فكرة. مش اي مهاجم بيعرف يستلم الكره تحت ضغط، خاصه لو انت بتلعب مع يعني مش في الدوري المصري، كمان في البطولات التانية. معدل فقد الكرة بتاعه 3 بس في المباراة الواحدة، فده برضو رقم كويس جدا. معدل قطع الكرة ليه 13، ده لا قطع الكرات كل في المباريات 13 مرة، فده برضو بيدل ان هو بيضغط وبيحاول وعنده جانب بدني عالي ودايما يعني ازاره من اللعيبة اللي هي ايه زي ما بنقول على بلغة الكرة اللعيب ريزل اللي هو مشاكس اللي هو ايه يعني بيعرف يلبس المدافعين اخطاء، يعرف ان هو ايه لما ينزل تحت مثلا هتلاقيه ممكن تلاقيه مثلا في ماتش الترجي متسبب في كارت احمر، متسبب في انذار، المدافع لما بياخد انذار عكس مثلا ايه مش بيكمل بتفرق معاه مش في الالتحامات وفي الكلام ده. دي ميزه وليد ازارو بصراحه. ازارو ان شاء الله جاي ولسه 22 سنه، فباذن الله باذن الله يعني انا اعتقد ان هو مكسب كبير في البطوله دي، خاصه في عنصر في حته الانسجام. في برده يعني معانا برده اسلام محارب، اسلام محارب الصفقه الجديده اللي انضمت في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، اعتقد ان هو دخوله وان كابتن حسام بيستخدمه كلاعب جوكر بيلعب
جناح، بيلعب وينج، بيلعب جناح، بيلعب ظهير ايسر في بعض المباريات، بيلعب سي ام اف، لاعب وسط، فده برضه مكسب. هو لعب 88 دقيقه بس، يعني لعب ثلاث مرات كبديل، كابتن حسام استخدمه كبديل، جاب جون وقطع الكوره 13، في رقمين مميزين قوي، معدل قطع الكرات بتاع اسلام محارب 13 مره، ده رقم كويس، رقم عالي قوي، بيدل ان هو عنده قدرات دفاعيه كبيره جدا. وعامل كام عرضيه؟ عامل 7 عرضيات في 90 دقيقه او في 88 دقيقه، ده رقم بياكد ان هو عدد العرضيات بتاعه كبير، لاعب عدد العرضيات بتاعه مميز. هو اسلام محارب ميزته قدراته الدفاعيه والعرضيه بتاعته، غير طبعا ان هو في الفينش بتاعه، يعني عامل 3 محاولات دقه محاولاته الاعلى، اعلى من ازار واعلى من صالح جمعه، 67% لو حضرتك اخذت بالك من الرقم، هناك كان 55 وكان 50. هو دايما اكتف على الجون، يعني اسلام محارب فعال، هو اكتف، ما هو اكتف فيها فعال، يعني بتحس ان هو حتى في سموحه بيحرز اهداف كتير او بيحاول يحرز اهداف، ودي من المميزات اللعيب المتطور. فانا شايف طبعا صفقه اسلام، لا صفقه اسلام ميزه وكسبناها فعلا. برضو استعاده رامي ربيعه لجزء كبير من مستواه ما ينفعش ما ننساش، يعني ربيعه مش عشان خطا مثلا اصدمه، لا ربيعه في البطوله دي في الثلاث مباريات استعاد جزء كبير من مستواه بامانه، هو احسن المدافعين، هو اكتر لاعب قطع كوره، قطع الكوره 74 مره، فده رقم بياكد ان ربيعه مش عشان خطا مثلا في المباراه الاخيره في الكره العرضيه، ممكن تكون هي الخطا في المساحه ما بين ربيعه وهاني، مش شرط ربيعه بس يعني، لكن ربيعه مكسب كبير جدا في البطوله دي، وان انت هتدخله مثلا هتلعبه ما بين سعد مع سعد سمير في ماتش الترجي، فلا ربيعه مكسب، وان شاء الله يعني انت تقدر تستفيد بيه في مباراه الكاس كمان. يعني لما الفرقه بيجي فيها جون ما بيبقاش مدافع بس اللي بيتحمله، طبعا الخط كله، الخط كله طبعا، بتتكلم الخط فيه 4، فيعني هم برده كانوا بقالهم كتير ما لعبوش مع بعض، في ناس دي نقطه مهمه جدا، مراكز مش متعوده، ممكن تعملها لكن مش متعوده عليها، مش دي مش دي, دي دي هنخليها في السلبيات. يعني من ضمن السلبيات في البطوله هو خط الدفاع، وارد ان نخليها في السلبيات، وارد ان انا يجي فيا اهداف من وبعدين برضو احنا قلناها حتى في الاستاد الاهلي وانت كنت موجود، الافضل ان انا اتحط في المواقف دي في مباراه زي بشكل البطوله العربيه بشكل ودي، افضل ما انا اواجهها في اللقاءات الرسميه. والخطا كمان الاستفاده، انت السلبيات دي انت بتستفيد بيها ان انت بتصلح، يعني احنا شفنا بتعدل، شفنا مثلا ايه، ان انت عندك الاثنين قلب الدفاع عندك مشكله، عندك فعلا يعني فعلا في مشكله بسيطه كده ان شاء الله نقدر نحلها، لازم تحط ليها حلول، يعني لو ما كناش لعبنا البطوله العربيه دي كنا ممكن نكمل بالثلاث مدافعين، لكن احنا اول ما لعبنا البطوله العربيه دي واكتشفنا ان في اخطاء في الدفاع، باين ان الفتره الجايه باذن الله في خلال اليومين الجايين هيبقى في قلب دفاع باذن الله يحل المشكله دي، نقدر ان احنا نقيده في افريقيا ويحل المشكله دي. فانت لو ما كنتش لعبت في البطوله العربيه ما كنتش هتاخد بالك ان في مثلا مشكله في قلب الدفاع. لا وتعرضت لبعض المواقف برزت لي ان انا حتى ابتديت، لسه كنا بنتكلم على دخول احمد فتحي كمساك ودخول محمد هاني في اللقاء كمساك، وكل دي للتجربه، كابتن حسام بدري بيشوف بيجرب لان ممكن وارد جدا تحدث في لقاء رسمي وتبقى الموضوع بشكل، وعلى فكره التجربه اللي هو يعني أصعب. ما نجحتش، التجربه ممكن تنجح وممكن تفشل، التجربه هي ما نجحتش، فده ده الكوره كده. فعشان كده انت لما لعبت البطوله العربيه استفدت ان انت محتاج مدافع، دي نقطه مهمه جدا، دي يعني الناس السلبيات لازم نسردها، وطبعا انت بتصلح السلبيات دي، نقطه مهمه جدا. لعيب زي باسم علي، لعيب مكسب البطوله العربيه برضو كسبته، باسم علي ده كان هيمشي قبل البطوله العربيه دي، كان واضح ان هو ماشي خلاص يعني بكل صراحه، لا اول ما لعب في البطوله العربيه واخذ المباريات الدوري الاخيره لا اثبت نفسه، وكابتن حسام على فكره مقتنع جدا بباسم علي، فاول ما الراجل اخذ امكانيات عاليه جدا بس باسم انا شايف مشكلته في حاجه واحده في مباراه البطوله العربيه دي، يعني حتى باسم لو سمعنا باسم بتوصل لاخر الخط بس بتتاخر جدا في العرضيه، لازم ارفع العرضيه بسرعه، ما ينفعش اوصل لاخر الخط واستنى يكون المدافع كبس عليا، هيكون حاطط رجله، فكل العرضيات دقتها دقه باسم في العرضيات قليله، بسبب ايه؟ انه انت بتوصل لاخر الخط لازم اعمل كروس على طول، ميزه ان انت وصلت اخر خط على طول ده الكروس، لكن طبعا باسم علي حاجه يعني برضه ابو حميد، هو باسم عنده حاجات كتير مهمه وممكن يكون، لكن بعد شويه عن المباريات طبعا يعني برضه انا هقول لك، انت متعود ان الباك او واحد زي احمد فتحي بيلعب بشكل مستمر، هتلاقيه بيعمل الاوفر بالسنس بالاحساس الملعب بيديها له، لكن وانت في اللقاء بقالك كتير مر يعني ما بتلعبش وبتخش فجاه وبتلعب ماتش وفي صيغه رسميه، ممكن يجي السنس بتاع انك انت يعني احساس، انا برضو عشان المشاهد يبقى فاهم، احساس الرفعه مره واثنين وثلاثه هيجي، يعني هو باسم محتاج بس المواظبه المباريات طبعا محتاج مواظبه، وهتلاقي موضوع العرضيات دي من اهم الحاجات للباك من غير عرضيه صح. اكتر حاجه بتعجبني في باسم علي في الباكات اليمين كلها في مصر، تحضير الهجمه من تحت، دايما تلاقي معدل لمس الكره بتاعه عالي جدا في المباراه، عشان هو حريف، عشان هو حريف بياخد الكره وسريع، عنده حته المراوغه والتحرك بدون كوره برضه، يعني باسم علي في المارين كانش بيلعب باك،
كان بيلعب باك يمين. طبعا كان بيلعب باك يمين، كان بيلعب قدام. ايوه، وحتى لما انضم لمنتخب مصر كان انضم لمنتخب مصر لانه عنده الحته الهجوميه كانت عاليه، صح، لانه بيعرف ينطلق وبيعرف يراوغ وبيعرف يروح لقدام. انا هفكر حضرتك بحاجه، فاكر ماتش مارتن يول في لما لعبنا الوداد السنه اللي فاتت؟ كان لاعب باسم علي جناح وعمل ماتش هايل جدا، ان هو دي عدلته الاصليه. صح، يعني هو عدلته الاصليه، ولكن في بعض الاوقات، ودي بتحدث في كل لعيبه العالم، ومن ضمنهم داني الفيش اللي راح اليوفي لعب جناح ما لعبش باك. صح، وكوادرادو لعب جناح، كوادرادو لعب جناح ولعب في 3-5-2. نعم، وهو اصلا بيلعب في الامام. فهي اللعيب الكبير، اللعيب الدولي، لازم يكون عنده امكانيات. حتى لسه ذاكرها، لسه ذاكرها في اسلام محارب. طبعا، ما قلت ان هو ممكن يلعب خط يعني يلعب في نص الملعب في ارتكاز، وممكن يلعب باك شمال زي وليد سليمان بالظبط، تحتاجه في بعض المباريات. دي نقطه مهمه جدا برضو. من المكاسب اللي كسبناها لاعب زي عمرو بركات. عمرو بركات يعني في المباراتين اللي لعبهم ونزل فيهم كبديل اثبت ان هو عنده شخصيه، لعيب عنده شخصيه كويسه جدا، عنده شخصيه النادي الاهلي. وبعدين الشوطه بتاعته احسن مسدد هو في مصر حاليا، يعني الشوطه بتاعته على طول في الجون، يعني تلاقي مثلا دقه محاولاته عاليه جدا، وده لاعب مهم جدا، ممكن في بعض المباريات تستخدمه كبديل. ان انت مثلا ايه، طبعا ممكن يلعب اساسي، بس انا بتكلم ان هو طبعا انت عندك عبد الله وعندك صالح، فممكن في بعض المباريات تلاقي مثلا في فرق الدوري المصري قافله عليك، عامله دفاع كومباكت والدنيا مقفوله وصفر صفر، فانت هتحتاج واحد زي عمرو بركات. ده زي ما حصل قبل في المباراه البطوله العربيه، ينزل بشوطه يخلص لك المباراه. هو عنده ميزه كمان، انه تكنيك الشوطه بتاعته او طريقه تسديد الشوطه بتيجي من وضع الثبات، يعني انت ما بتلحقش حتى تجهز. يعني في لعيبه بتبقى عارف انها لعيبه مسدده جيده، فعقبال ما تشوفه هو بيمرجح باللغه، يعني التكنيك التكنيك اللي هو كيفيه اداء الحركه، وهو بيشوط بياخد وقت، لكن عمرو بيشوطها من 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 الوضع الثبات على طول. ودي وطبعا اي واحد اشول لازم رجليه تبقى جامده. ايوه صح، والا ما يبقاش اشول بجد. وعمرو بركات مكسب كبير، وحتى هو يعني هو بصراحه كابتن حسام ما كانش هيمشيه، يعني هو كابتن حسام عنده قناعات ان هو كان حاطط في البلين بتاعه للسنه الجايه اكرم توفيق وعمرو بركات من قبل حتى ما يتالق في البطوله العربيه، لكن اللاعب اللي هو اثبت نفسه في البطوله العربيه وكان ممكن يمشي كان باسم علي، لكن عمرو بركات كان في البدايه. رايك ايه في اكرم توفيق؟ اكرم توفيق لا، لاعب مهم جدا، لاعب هو المستقبل. اكرم توفيق المستقبل، لاعب ديفندر يعني محترم جدا، لاعب قاطع كرات. كلمه المستقبل دي، هو المستقبل بتاع النادي الاهلي كديفندر بصراحه. لاعب الورك ريت بتاعه عالي جدا، هو ممكن يعني انا شايفه خليفه حسام عاشور ان شاء الله. يعني حسام عاشور ما بقاش حسام عاشور غير لما اخذ المباريات الكتير وعدد الدقائق اللي لعبها دي في عدد السنين ده، فبقى حسام عاشور. انا شايف اكرم توفيق لا لعيب بديل هتحتاجه جدا، في ان انت لاعب انت محتاج لاعب هولدنج في بعض المباريات يقفل لك حته العمق دي، خاصه كمان ان انت عندك بعض المشاكل في خط الدفاع، فانت لازم يكون عندك لاعب اللي هو ايه، اللاعب القاطع الكرات ده اللي بينزل ما بين الاثنين يقفل لك حته العمق تماما. فاكرم توفيق لا، لاعب الورك ريت بتاعه عالي جدا، لاعب كمان غير الورك ريت لاعب مهاري، يعني اكرم توفيق مش لاعب اللي هو بيباصي بس، لا عنده لاعب عنده قدرات هجوميه كمان. دي نقطه مهمه جدا. كمان هو بيباصي بس، دي يا ريت تبقى موجوده. احنا عندنا ناس يعني عشان تطلع لك الباس بتاخد يعني تقعد فتره، ده هو الممرر الجيد في المركز دوت، دي اهم سمات. وبوسكيتس صح، ما هوش يعني هو طبعا حريف قوي يعني، وقاطع الكرات طبعا، لكن وبيتوقع. وعلى الرغم من كده تلاقي الباس بتاع بوسكيتس قليل قوي لما بيعمل سباس. صح، وده اللي خلاه في هذه المكان. وماتيتش، ما ماتيتش برضه ايه اللي هيخليه مانشستر يونايتد تجيبه دلوقتي؟ نفس الفكره، انت محتاج لاعب قاطع كرات يقفل لك حته العمق. مورينيو ذكي، راح جاب ماتيتش برضه بنفس الفكره عشان يقفل لك حته العمق والمشاكل اللي عنده، مثلا لما يلعب ليندلوف وبايلي نفس المشكله بالظبط، ان انا اجيب لاعب قاطع كرات في النص يقفل لك حته العمق. فده ذكاء طبعا، اغطي على السرد باكين بتاعتي، ودي من الحاجات المهمه. في ايه تاني؟ المكاسب عوده حمودي. حمودي اعتقد ان هو من الاصابه، ان هو ان انت محتاجه تاهله قبل مباراه الترجي. يمكن حمودي اول مباراه لعبها رجع بمستوى خيالي، فاول مباراه لعبها في المباراه الاولانيه اعتقد كان مقدم مباراه قويه جدا، يمكن في المباراتين التانيين مستواه قل شويه. فدي حمودي يعني ايه، لازم حمودي يعني في الفتره الجايه ديت يبدا بقى ان هو ينسجم. هو النهارده يعني حمودي ما شاركش عمل تدريبات. عمل تدريبات تاهيليه، فاعتقد ان جاهزيته تاخد وقت اطول شويه. هو حمودي يعني لازم يشوف حل في مشكله الحته البدنيه دي، لازم ان انت يعني خلاص بقى الفتره الجايه احنا محتاجينك في قدام مباراه الترجي، ومحتاجينك في كاس مصر. من اللعيب نفسه هو طبعًا. بتبقى من المنظومه. هو حمودي برده من اللعيبه اللي بيبقى ممكن يبقى بعيد فتره،
ولما ينزل ما يلعبلكش مثلا، المفروض ان اللعيب اللي بقاله فتره ما بيدكش 100%، لا هو بينزل يدي 200%. انا محتاج حمودي جدا. حمودي يعني لاعب عنده حل، اللي هو يعني الحل الفردي ده اللي بيجي في الجناح. حمودي حريف قوي قوي يعني، لعيب حريف جدا انت محتاجه. فانا يعني لازم حمودي يبدا بقى اللي هو يجهز الفتره دي، عشان حتى قبل نهائي الكاس وقبل ماتش الترجي في المعسكر ان شاء الله اللي هيكون في اوروبا. دي نقطه مهمه جدا. خلينا نخش على سموحه وطريقه سموحه. طبعا مباراه مهمه جدا، سيمي فاينال كاس مصر. شايف ان طبعا يعني سموحه، لسه كنت مع ضيوف الكبار كابتن حشيش وكابتن جمال، كنا بنتحدث عن وجود مدير فني تشيكي شتراكا، كان عنده تجربه مع النادي الاسماعيلي، عارف الكره المصريه شويه. شكل سموحه مع اشتراكه هيبقى عامل ازاي؟ هو يمكن اشتراكه بيحب دايما ان هو يلعب بطريقه 4-2-3-1. طبعا هو عنده غيابات كتير جدا، يعني هو مثلا عنده اسلام محارب مش موجود طبعا، انتقل للنادي الاهلي. نعم. عنده احمد حسن مكي مش موجود، مصاب صليبي. اسلام سري ربنا يشفيه طبعا، اسلام سري مش موجود. نعم. كجناح احمد تمساح مش موجود. نعم. فانت حضرتك لو بصيت في حته اللي تحت راس الحربه، ما عندوش حد غير يعني اللي هيلعب. ممكن يلعبها عمرو المنوفي، هيلعب كبلاي ميكر. ده في التشكيل المتوقع. لكن كجناحات مش موجود. طب هو هيتصرف ازاي؟ يعني التشكيل المتوقع بتاع سموحه طبعا بنديه الكابتن حسام، اعتقد ان هو هيلعب 4-2-3-1، هي دي طريقه لعبه مع الاسماعيلي. هو بيحب يلعب الاثنين الديفندرين بتوعه عندهم قدرات دفاعيه عاليه. نعم. بيحب ان هو يختار مثلا زي مانجا ومحمود عبد العزيز، دول اللي هيلعبوا قدرات دفاعيه عاليه. نعم. ده ما بيديهمش مهام هجوميه، يعني نادر قوي لما تلاقي مثلا زيزو هيتقدم في المباراه دي، هيخليها. وطبعا هيحدد مهام الظاهرين اللي هم هيبقوا رجب بكار وايمن اشرف، دي التشكيله بتاعت سموحه. قلبين الدفاع محمود عزت وياسر ابراهيم، ده التشكيل المتوقع. طب هيتصرف ازاي قدام بقى؟ يعني ممكن مش هيلعب بالسيد فريق 4-2-3-1؟ لا، الاساسي ياسر ابراهيم ومحمود عزت بالتاكيد. ما هو بس في حتى في اللقاء الاخير في الدوري السيد فريد هو اللي لعب. لا في الكاس. نعم. كان في ماتش الكاس محمود عزت رجع وكان جاب جون. محمود عزت خطوره سموحه كلها تكمن في هذا في الضربات الثابته. سموحه والاهلي اللي في الدوري، الاهلي كسب 4-2. كان ده ما هم لعبوا بعدها. لعبوا بعدها الكاس. كان ياسر ابراهيم ومحمود عزت. ده يمكن ده الاقرب. طبعا هو هيتصرف ان هو هيحط عمرو المنوفي قدام نبيل مانجا ومحمود عبد العزيز زي ما حضرتك قلت. لان عمرو المنوفي عنده حته اللي هو صالح جمعه وعبد الله السعيد، حته البلاي ميكر. هيلاعب لاعب احمد لالا. احمد لالا ده جناح هم جايبينه من بلديه المحله، جناح مهاري قوي، كان ملقب بديميريا. ده اعتقد ان هو هيتوقع عليه يعني هيعتمد عليه. هيلعب ناحيه الشمال كده، هو شبه ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي بالظبط. عنده حته المهاره وبيخش لجوه مثلا وبيطلع. فاحنا لازم ناخد حذرنا من احمد لالا، لانه هيبقى مفاجاه بالنسبه لنا. هم مثلا بيقولوا ان هم ما عندهمش اجنحه، لا هم هيلعبوا مثلا احمد لالا. عندهم الناحيه الثانيه حسام حسن، ده فيرود. بس هو قد يستخدمه جناح، لان هو ما عندوش حته الجناح دي. تمام. واحمد رؤوف قدام طبعا كراس حربه. فالتشكيله بتاكد ان هم عندهم لعيبه خبرات، لعيبه كويسه جدا. هو حسام حسن كمان من اللعيبه الهدافين. احنا مش هنبص. رؤوف معروف وكان لاعب سابق في النادي الاهلي وخبرات كبيره جدا وهداف وعنده الحته الهجوميه يعني قويه. يعني حسام حسن من اللعيبه الهدافين. يعني برضو في ناس كتير ما تركزش مع حسام حسن، بينزل بديل دايما بيخلص. خطاف فعلا. خطاف وجسمه قوي قوي، محطه قويه كمان. كان في طلاع الجيش كان يعني بيقدم اداء كويس، وعشان كده فرقه سموحه جابته. هو كمان استراكه هيعتمد على ان هو الاثنين اللي هم الارتكاز يبقوا عندهم مهام دفاعيه بحته، مش هيقدم حتى الظاهرين رجب بكار وايمن اشرف. هيدي حريه لاحمد لالا وعمرو المنوفي وحسام حسن، دي طريقته حتى مع الاسماعيلي. كان بيدي حريه لمين؟ لابراهيم حسن وحسني عبد ربه. كان ابراهيم حسن هيبقى زي احمد لالا مثلا ناحيه الشمال، نفس الفكر بالظبط. وعمرو المنوفي اللي هو اللاعب مش السريع زي حسني عبد ربه، اللي هو بتاخد منه التمريره والشوطه. هو مسدد. نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره مع الاسماعيلي. يعني لو طبقناها مع سموحه اعتقد ان ده هيكون التشكيل الاقرب. ممكن يخش في لعيب تاني اسمه محمد محسن كجناح برضه جايبينه من الدرجه الثانيه، ولكن طبعا هو اكيد هيعتمد على الخبرات. انت بتلعب النادي الاهلي هيبقى في حذر. برضه هقول لك حاجه، يعني عمرو منوفي ممكن وهم معاهم الكوره يبقى بالوضعيه دي، هو في العكس ينزل ما بين السردباكين فعلا. مش ما بين الارتكازين. سوري. اللي هو على الدايره ينزل يخش ما بينهم ويبقوا ثلاثه ارتكاز. ده مليون المية يعني تتحول 4-3-2-1. وفي الحاله معاهم عمرو المنوفي بيتحول. يمكن دي حصلت في المباراه الكاس. خطوره سموحه برضه الضربات الثابته. محمود عزت يعني محمود عزت مميز جدا بضربات الراس، خاصه في الضربات الركنيه. لازم ناخد بالنا من الضربات الركنيه من محمود عزت بالذات، لازم يتم فرض عليه الرقابه، لان يعني انت عندك مشكله دلوقتي في الدفاع. فلازم محمد نجيب ان شاء الله لما يرجع. يعني برضو مشكله، يعني مش عايز اكرر مشكله الدفاع، لان ما دام يعني رجوع نجيب وربيعه مبقاش فينا مشكله. انا بتكلم كمشكله. انا عارف ان احنا عندنا احسن ثلاثه مساكين في مصر، بدليل ان هيكتور كوبر اخدهم. يعني سعد سمير
حجازي مثلا لما كان اخذهم ربيعه احسن ثلاثه، فانت يعني بتتكلم كاحسن مساكين، وعوده نجيب طبعا يعني هتحل المشكله دي تماما. ولكن انا بتكلم ان احنا برضو محتاجين مساك، دي شيء مهم جدا، والجهاز فعلا والاداره بتدور على هو ده أكيد مدافع. ده اكيد طبيعي، انت لازم يكون عندك اربعه، لكن احنا قدامنا بنتكلم على مباراه سموحه، فالاقرب طبعا ربيعه ومحمد نجيب. اعتقد ان مش هيبقى في مشاكل، لا لان ربيعه ونجيب لعبوا مع بعض كتير في نهايه الدوري في المباراه، خبرات ما شاء الله طبعا. الرجاله اللي لازم نديله حقه، لان هو برضو لعيب مؤدب قوي وقليل الظهور، ما بيتكلمش كتير، وشخصيته قويه ودايما موجود لما بتحتاجه موجود. وهيلعب عليهم مهاجم مش مهاري قوي، مهاجم اللي هو المحطه اللي هو احمد رؤوف، احمد رؤوف خطاف يعني مهاجم محطه، فطبعا ربيعه ونجيب يقدروا ان هم يسدوا معاه في الكرات العاليه كلها. رؤوف ليه هدف مع النادي الاهلي في الكونفدراليه، طبعا ده في الدقيقه الاخيره ما حدش ينساه ده، يعني هدف مهم جدا. وكان له هدف برده في الدوري امام بتروجيت، كان حاسم في ان الدوري يروح للنادي الاهلي. بتروجيت دوري كابتن فتحي مبروك اللي هو بتاع رمضان صبحي وكريم بامبو. ايوه ده صح. فالفكره كمان ان احنا يعني لما نلعب سموحه ان شاء الله، هم خطورتهم في الضربات الثابته، لازم تخلي بالك جدا من الضربات الثابته خاصه محمود عزه. النقطه الثانيه تخلي بالك من حريه الحركه اللي على الاطراف، سواء من حسام حسن او من احمد لالا، تخلي بالك من تمريرات يعني عمرو المنوفي ده، لو انت ضغطت عليه وعملت عليه الضغط عليه، لان هو لعيب مميز جدا بحيث الكوره مش هتطلع غير من عمرو المنوفي. اكيد فدي يعني لازم يكون في ضغط عليه، نقطه مهمه جدا. لا يا طب بس برضو سريعا، لان انا خلاص وقتي انتهى. النادي الاهلي هيلعب على اللعب بنفس طريقته الاستحواذ والمرور، هم هيخافوا مننا في المباراه دي يعني اكيد، وهياخدوا حذرهم، والنادي الاهلي هيلعب لعب الاستحواذ ده. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يعني يعدي المرحله دي ومرحله الكاس ونحصل على الكاس باذن الله. احمد ثابت محل اداء بالنهايه، طبعا كان نفسي وقت يبقى اكبر من كده صراحه، كنت مستمتع بالحوار معاك، اشكرك شكرا جزيلا، نشوفك ان شاء الله في انا اسعد، ونلتقي على خير ان شاء الله. ده كان اخر لقاء معانا النهارده مشاهدينا، النهارده كان عندنا فقرات كتير ان شاء الله تكون عجبتكم، حتى نلتقي. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.